إيران عادت بضرباتها المدفعية على الأراضي العراقية، ولكن هذه المرة بشكل مكثف ومكثف للغاية. وكل هذه التفاصيل وتفاصيل هذا الهجوم طبعا اعترفت به إيران والوكالات الرسمية الإعلامية لإيران مثل وكالة إيرنا، مثل مهر نيوز وغيرها، اعترفوا تماما بهذه الضربات. لا حرج أبدا من الضربات التي تأتي على الداخل العراقي حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. وبالتالي إذا ما أردنا أن نلقي نظرة على هذه الضربات التي بدأت يوم أمس، هنا كما تلاحظون من خارطة العراق المناطق باللون الأصفر هي مناطق نفوذ وسيطرة حكومة إقليم كردستان، والمناطق باللون الأحمر هي مناطق الحكومة الاتحادية أو حكومة بغداد. الضربات التي جاءت بهذه المنطقة التي ترونها بالضبط. دعونا نقترب من هذه المنطقة لنأخذ تفاصيل ما جرى بالضبط. بالنسبة لهذه الضربات التي جاءت من الداخل الإيراني بالمدفعية، والوكالات الرسمية الإيرانية أكدت بأن وحدات مدفعية للقوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني هي التي شنت الضربات المدفعية، وشنتها من هذه المنطقة التي ترونها من ضواحيها تحديدا، وهي أشنويا طبعا بالفارسي، وكذلك شنو بالكردية، هذه المدينة التي تلاحظونها، ولكن من ضواحيها من مناطق هي تابعة إلى هذه المدينة. واعتدنا أن نرى الضربات أو نسمع عن أن الضربات قريبة من الحدود العراقية، الضربات موجهة إلى قضاء سيدكان بهذا الاتجاه، ووجهت المدفعية بضربات متعددة، ليست ضربة أو ضربتين أو ثلاثة، الكثير، ضرب مكثف جدا تعرضت له الأراضي العراقية. وكانت هنالك مقاطعا لطبيعة هذه الضربات، إذا ما ألقينا نظرة من الضربات على الأقل التي جاءت يوم أمس ستلاحظون الضربات المدفعية المتوزعة، الواضح أنها تضرب مناطقا فارغة. الحديث الإيراني بالنسبة إليهم يتحدثون بأن هذه الضربات المدفعية جاءت ضد مقرات معينة مستهدفين عناصرا معينة موجودة في هذه المنطقة. دعونا الآن نذهب إلى إحدى الصور فقط لنحاول أن نحدد موقع هذه الضربات، أين بالضبط جاءت هذه الضربات من قضاء سيدكان، وهل هي فعلا في سيدكان تحديدا كما نتحدث الآن. إذا ما أخذنا هذه اللقطة من هذا المقطع الذي شاهدناه الآن، سنلاحظ بأننا بالنظر إليها سنلاحظ بأننا أمام جبال بكل تأكيد. هنا صخور مكثفة في هذا الجبل تحديدا مقارنة بهذا الجبل أو بهذا التل الذي تلاحظونه، هنالك نقاط واضحة جدا أو خطوط واضحة جدا في كل جبل الذي تلاحظونه، في هذا الجبل الذي يأتي بهذا الاتجاه، وكذلك في هذه المنطقة بهذا الشكل محددة ومرسومة. وهنا الضربة التي تلاحظونها من ضربة المدفعية التي تأتي بهذا الشكل في هذه المنطقة، الضربات كانت موزعة في هذه المنطقة. بلقطة أخرى من هذا المقطع المصور سنلاحظ من المنطقة التي تحدثنا عنها التي تأتي بهذا الشكل الذي تلاحظونه، هنا ضربة، هنا ضربة، وهنا ضربة أخرى، وهذه الصخور المكثفة التي تأتي بهذا الشكل. هذه ستساعدنا بسرعة أن نعرف أين هذه المنطقة وأين موقعها بالقمر الصناعي. هنا العراق كما تلاحظون، دعونا نتوجه إلى شمال العراق إلى إقليم كردستان مباشرة، ولنتجه إلى هذه المنطقة أينما يتواجد قضاء سيدكان. هنا قضاء سيدكان الذي تلاحظونه بالاقتراب من هذه المنطقة، ودعونا نتجه بهذا الاتجاه إلى هذه النقطة تحديدا ونأخذ صورة أوضح لهذه النقطة. سنلاحظ نوعا ما نحن أمام تشابه وتطابق في الصورة الأولى من الصور التي حددناها من المنطقة التي قصفت بهذا الشكل، لكن ليست واضحة طبعا الجبال كما نلاحظ، ولكن إذا ما ذهبنا إلى جوجل إيرث من صورة أوضح من الصورة التي ألقينا نظرة عليها، سنلاحظ بأننا أمام فعلا هذه الجبال وهذه المنطقة التي توقفنا عليها. لنأخذ اللقطة التي حددناها تحديدا والتي أخذنا علاماتها، سنلاحظ بأن الصخور التي تأتي بشكل مكثف في هذا الجبل مقارنة بهذا الجبل كما تحدثنا وبهذا التل هي حاضرة في هذا المرتفع، كذلك كما هو واضح هذه المنطقة بهذا الشكل كما أشرناها، وأيضا المنطقة الرئيسية والمهمة هي تأتي بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه هنا، هذه المنطقة التي طبعا ضربت والتي تحدثنا عنها، وبالتالي كانت إحدى الضربات هي تأتي بهذا الاتجاه وبهذا الشكل، وتوزعت الضربات في هذه المنطقة، وبالتالي نحن أمام تطابق واضح في طبيعة هذه المنطقة التي تحدثنا عنها. لنعود إلى القمر الصناعي الآن مرة ثانية لنحاول أن نعرف أين هذه المنطقة بالضبط، كم تبعد، كم هي تأتي بالعمق العراقي وبعمق الأراضي العراقية، هل هي قريبة، هل هي بعيدة. لنتوقف هنا قليلا ونلقي نظرة على هذه المنطقة، المنطقة التي تحدثنا عنها هي بهذه المنطقة التي أشرنا عليها طبعا، وبالتالي هذه المنطقة
تبعد ما يقارب بين الحدود الإيرانية والحدود العراقية أكثر من 3 كيلومترات، تقريبا 3.34 كيلومتر تقريبا بهذا الشكل، وبالتالي الضربة ليست على بعد كيلومتر أو كيلومترين، هي أكثر من 3 كيلومترات. كذلك كانت هنالك نقطة مهمة جدا أو صورة أخرى نشرت على موقع روداو الذي تلاحظونه بهذا الشكل، نقلوا هذا الخبر وتفاصيل هذا الخبر مع هذه الصورة، لنلاحظ هذه الصورة بهذا الشكل، وهم نشروا هذه الصورة لهذه الضربات المدفعية المكثفة كما هو واضح. أيضا إذا ما أخذنا عددا من الإشارات سنعرف تماما أين تأتي هذه الضربات بالضبط، سنلاحظ بأننا أمام مرتفع بهذا الاتجاه، وطبعا هنالك شكل محدد للجبال التي تأتي، مرتفع بمنخفض بهذا الشكل، هنالك منخفض أول منخفض ثاني، وتأتي تستمر الجبال بهذه الطريقة، وهنا طبعا حد واضح أو مرتفع واضح بهذا الشكل، وبالتالي هنا مناطق زراعية أصبحنا وأصبح واضحا أن الضربات جاءت بهذه المناطق وجاء الضربة على الجبل بهذا الشكل. لنتوجه إلى القمر الصناعي مرة أخرى إلى شمال العراق إلى إقليم كردستان، ونتجه طبعا إلى نفس المنطقة إلى نفس الجزئية، منطقة قريبة من المنطقة التي ذكرناها طبعا وهي تابعة إلى قضاء سيدكان. إذا ما توجهنا بهذه المنطقة مرة أخرى ولنتجه إلى هذا الاتجاه هذه المرة، هنا مناطق جبلية كما نلاحظ بالانخفاض إلى هذه المنطقة قليلا وبأخذ الاتجاه إلى الشمال قليلا مع النظر إلى طبيعة الجبال التي تأتي كما نلاحظ الآن، وبالتوقف في هذه المنطقة ولنأخذ صورة من القمر الصناعي من جوجل إيرث تحديدا ستكون أوضح، ستوضح لنا طبيعة ما جرى. بالتالي هنا كما نلاحظ لنأخذ علامة مهمة وهي هذه العلامة التي تلاحظونها، هي التي ستوضح عن ماذا نتحدث في هذه المنطقة. بالتالي إذا ما عدنا إلى هذا الاتجاه وإلى هذه المنطقة سنلاحظ فعلا بأننا ظهرت لنا الجبال وبأن رسمة الجبال من هذه المنطقة التي تحدثنا عنها تتطابق مع المنطقة التي ضربت، هذا هو المرتفع الذي تحدثنا عنه بهذا الشكل المنخفض، وبالتالي هنا منخفض أول منخفض ثاني ونفس الجبال التي تحدثنا عنها مع هذا المرتفع، وبالتالي الضربات جاءت في هذه المنطقة وجاءت في هذا الاتجاه، وهذا يعني لاحظ هذه المنطقة المهمة للغاية مع تأكيد كل العلامات التي تحدثنا عنها، لنبتعد قليلا من هذه المنطقة بالقمر الصناعي لنرى مدى عمق هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، هل هي بنفس العمق من المنطقة التي ركزنا عليها؟ بالتالي لنأخذ المنطقة بشكل أوضح بهذا الشكل لكي نقارن المنطقتين، لكي ننظر إلى المنطقتين بشكل أكيد وبشكل واضح. المنطقة التي تحدثنا عنها تأتي بهذا الشكل الآن، هذه المنطقة صدق أو لا تصدق تأتي إلى عمق ما يقارب 6 وأكثر من 6.10 كيلومتر عن الحدود الإيرانية، الحدود الإيرانية الحدود العراقية، والمنطقة الأخرى التي تحدثنا عنها طبعا هي تأتي بهذا الاتجاه الذي تحدثنا عنه تقريبا بهذه المنطقة بالضبط، والمنطقة تبعد كما قلنا 3.34 كيلومتر تقريبا بالقياسات التابعة لجوجل إيرث، وبالتالي الضربات تأتي في عمق إقليم كردستان في عمق قضاء سيدكان، وهي ليست ضربات على الحدود على سبيل المثال أو غيرها، وهذا يوضح أن الضربات لم تكن ضربات عادية من التي نتحدث عنها طبعا. والمشكلة الأساسية بأن الوكالات الإيرانية تحديدا مهر نيوز يوم أمس بعد هذه الضربات قالوا أن هذه الهجمات المدفعية ستتواصل، بل أنهم طلبوا من المواطنين المدنيين الموجودين في تلك المنطقة أن ينسحبوا من تلك المناطق التي تتعرض إلى الضربات في الجبال لأنهم سيواصلون هذه الضربات. وفعلا الأنباء العاجلة كلها تتحدث اليوم بأن الضربات مستمرة بالنسبة لإيران على قضاء سيدكان، وأنهم أساسا أطلقوا على اسم هذه العملية بحسب الوكالات ووكالة إيرنا أطلقوا عليها عملية مجاهدي الإسلام، وتحديدا حمزة سيد الشهداء، مقر حمزة سيد الشهداء الموجود في مدينة شنو هي تحديدا النقطة أو الطرف الذي ينفذ هذه الضربات على الداخل العراقي. هنالك روايتين في هذه المسألة، لماذا هذه الضربات ولماذا إيران تقوم بكل هذه الضربات؟ الرواية الإيرانية الرسمية تقول بأن جماعة كومالة أو والديمقراطي كما تحدثوا، وهي جماعات معارضة إيرانية كردية موجودة في الداخل العراقي، قالوا بأنهم هذه الجماعات اقتربت من سيدكان ومن هذه المناطق الحدودية بحسب التفسيرات الإيرانية، وبأنهم وصلوا إلى تلك المنطقة وهم مسلحين ومعهم أسلحة، وأن لديهم رغبة في التدخل في التظاهرات الموجودة في الداخل الإيراني المنفجرة في جميع المحافظات
المحافظات الإيرانية من أجل زيادة التوتر الموجود في الداخل الإيراني، مع الانتباه إلى مسألة مهمة جدا، أن هذه المدينة التي تحدثنا عنها وهي مدينة شنو تحديدا، هذه المدينة أساسا كانت هنالك أنباء بأنها سقطت بيد المتظاهرين وأنها خرجت عن سيطرة الحكومة الإيرانية، وأن إيران وجهت ضربات مدفعية أيضا لتلك المنطقة. هذه هي التفسيرات الإيرانية أساسا لماذا هي قامت بهذه الضربات. ولكن مدير ناحية سيدكان بحسب ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام الكردية تحدث بصريح العبارة بأن المنطقة هذه التي ضربت هي منطقة يتواجد فيها مدنيين أساسا، وأن كل هذه المدفعية التي رأيناها والضربات هي جاءت على بساتين وعلى مزارع تابعة للمواطنين، ليس هنالك قتلى، ليس هنالك جرحى، وليس هنالك قتلى وجرحى أيضا من جماعة كوملا وغيرها. مدير ناحية سيدكان ركز على المدنيين وعلى الضربات التي تأتي، وبالتالي فيها إشارة بأن هنالك إيران، وإيران تتخذ ذريعة من ما يجري في داخل إيران لتصدير هذه المسألة إلى الداخل العراقي. وهذه مشكلة، ومشكلة طبعا حقيقية بحسب ما يأتي الآن على الداخل العراقي. كذلك يجب أن ننتبه بأن ما هو مثير للجدل هنا ومثير للاهتمام في أربيل تحديدا، كانت هنالك تظاهرات قبل ساعات من الضربات المدفعية التي تحدثنا عنها. هذه التظاهرات تندد بكل ما فعلته إيران وتفعله إيران ضد التظاهرات التي هي طبعا متصاعدة ومتصاعدة بشكل خطير في الداخل الإيراني، وهي داعمة تماما إلى مهسا أميني، هذه السيدة التي طبعا أيضا عليها تضارب للروايات، ولكن بسببها انفجرت التظاهرات بهذا الشكل. بالنسبة لما جرى في أربيل، التظاهرات جاءت أمام مكتب الأمم المتحدة بهذا الشكل الذي تلاحظونه، يرفعون صورة هذه الفتاة طبعا التي توفيت بسبب، بحسب الرواية المنتشرة، بأن بسبب حجابها، وبسبب أن حجابها لم يكن محكما بشكل كامل أو غير مستور كما تتحدث إيران، فإنهم قاموا بعملية ضربها وأنها دخلت في غيبوبة في الحجز الإيراني، وبعد ذلك توفيت. وعلى هذا الأساس انفجرت هذه التظاهرات. وزير الداخلية الإيراني قال بأنها لم تتعرض إلى الضرب، هي دخلت في غيبوبة لأمر صحي وتوفيت. وبالتالي هنالك الكثير من الأمور، ولكن الرواية الكاملة بأنها تعرضت إلى الضرب بسبب لباسها الغير محتشم كما فسرته إيران طبعا، وقال لباسها الغير محتشم بأنهم هم ألقوا القبض عليها على هذا الأساس. وبالتالي في أربيل كانت بهذا الشكل، توقفت هذه التظاهرات، بعد ساعات جاءت الضربات المدفعية التي نتحدث عنها، والتي هي حتى هذه الساعة نسمع عن طبيعة العواجل بأن الضربات مستمرة في الداخل. وبالتالي قد تكون المسألة مسألة مختلفة. أيضا ما هو مثير للاهتمام أن هذه الضربات المدفعية الإيرانية التي جاءت بهذا الشكل هي تأتي بعد 24 ساعة فقط من كلمة لرئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إحدى أهم الأمور التي ذكرها، طلب من الجميع، من قادة العالم بأكملهم، بأن عليكم احترام سيادة العراق، لا تستخدموا أرض العراق من أجل صراعاتكم أو غيرها. أرض العراق يجب أن تكون أرض سلام وأرض تفاوض وحوار وغيرها، احترموا سيادة العراق. وجاءت هذه الضربات التي تحدثنا عنها. أيضا ما هو مثير للانتباه، قبل أيام قليلة، 4 أو 5 أيام، كان هنالك لقاء بين مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي مع معاون أو مساعد رئيس استخبارات الحرس الثورية الإيراني الحاج أو حاج حسن محقق بهذا الشكل. التقوا بهذه الطريقة، وكان هنالك كلاما مهما عن مسألة ومسألة المعارضة الإيرانية، وأكد السيد قاسم الأعرجي بأن الحكومة العراقية عازمة على منع هذه الأطراف المعارضة الإيرانية الموجودة في العراق، أو حتى المعارضة التركية مثل البككة أو حزب العمال الكردستاني، أن يستخدموا الأرض العراقية للهجوم على إيران أو الهجوم على تركيا. وبالتالي هنالك تنسيق وكلام وتفاوض، ولكن فجأة نجد هذه الضربات الإيرانية التي نتحدث عنها الآن. وبالتالي أيضا ما يزيد الطين بلة كما نلاحظ أن التظاهرات في تصاعد في الداخل الإيراني بهذا الشكل، التظاهرات منفجرة انفجارا كبيرا. وبالتالي نحن نلاحظ بأن هي مسألة جرت إلى فتاة أو سيدة في الداخل الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران، توفيت بسبب مسألة داخلية، والآن بدأت تنعكس على العراق، وكأن من إقليم كردستان
كردستان تأتي هذه الأمور. أصبحت الأمور صعبة للغاية على أقليم كردستان، وما يزيد الضغط على أقليم كردستان أن تركيا أيضا تشن هجمات مكثفة يوميا. اليوم على سبيل المثال على شمال محافظة دهوك تحديدا في العمادية في عقرة كانت هنالك ضربات تركية، أيضا ليس هنالك جرحى أو قتلى ولكن ضربات مكثفة في هذه المنطقة، وبالتالي أنت لديك تركيا تضرب في المناطق الشمالية لمحافظة دهوك، وكذلك إيران الآن تضرب وتقصف سيدكان بشكل مكثف، وهنا أصبحت أربيل وعادت مرة أخرى إلى التوتر وإلى المشاكل. وكلنا نعلم طبيعة ما يجري لإقليم كردستان في الفترة الأخيرة، والسؤال هنا أين هي الحكومة العراقية؟ أين هي حكومة إقليم كردستان؟ بالنسبة للحكومة العراقية ليس هنالك موقفا حتى هذه اللحظة تجاه ما جرى. حكومة إقليم كردستان بالنسبة إليها عادة عندما تصرح في هذا الموضوع ترسل بيانا وتقول وتتحدث بأن على الحكومة الاتحادية أن تتفاوض مع إيران، أن تتعامل مع إيران. حكومة إقليم كردستان غير قادرة على التصرف بشكل مستقل، تنقل الأمور إلى حكومة بغداد، حكومة بغداد تصدر بيان أو لا تصدر بيان وتنتهي الأمور إلى هنا. السؤال الأهم هنا، هل سيفعل شيئا العراق؟ هل هذه قضية مهمة بالنسبة للعراق؟ للأسف والواضح جدا بأن الأزمات العراقية كبيرة والأزمة السياسية العراقية اليوم كبيرة للغاية. السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي عاد إلى بغداد من نيويورك من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشر له في المونيتور لقاء خاص، وهذا اللقاء وفي هذا اللقاء ذكر نقطة معينة مقترح على أساس أن يكون هنالك حل لهذه الأزمة السياسية، والحل يأتي من إيران بشكل مباشر، وهذا ما ذكره السيد مصطفى الكاظمي حول هذه المسألة للمونيتور. إيران لديها أصدقاء في العراق وهي قادرة على التأثير عليهم ودفعهم نحو الحوار بدلا من استخدام الأسلحة التي يمتلكونها حاليا. وبالتالي نحن فعلا أمام أزمة أكبر من أزمة، أزمة أقل من أزمة، صعوبة كبيرة جدا في التعامل، وتظل الأسئلة الكبيرة، هل ستبقى الحكومة العراقية في موقف صعب بسبب هذه الأزمة السياسية التي تجري في العراق وغير قادرة على النظر على الضربات الإيرانية، على الضربات التركية، ووضع حد لهذه المسائل التي تبدو مربكة ومربكة للغاية وقد تتصاعد في الأيام القادمة، خاصة وأن إيران تتحدث عن عملية عسكرية كالعملية العسكرية التي تقودها تركيا التي أطلقت عليها قفل المخلب وهي مستمرة بضربها للأراضي العراقية يوميا مستهدفة حزب العمال الكردستاني.